ولمزيد من مناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا. محاولات كثيرة لإخماد الثورة، إلا أن تظاهرات حاشدة ومليونية تخرج في بغداد وبقية المحافظات. هل كانت الثورة تحتاج إلى هذا التصعيد برأيكم في ظل المحاولات المستمرة لإخمادها؟ محتاجة للتصعيد دوما الحقيقة، ويعني لتفرض على سلطة الفساد في بغداد أحداث تغيير جذري. نعم، يعني حتى تنجح في مطالبك لابد من يعني مزيد من الضغط، مزيد من الأداء الجماهيري المتقدم، مزيد من الملايين بالشوارع حتى تصل إلى هذه النتيجة. أما أن تعايش السلطة الفاسدة مع مظاهرات سلمية إلى ما لا نهاية فهذا عبث. نعم. طيب، المطالب التي تعرفونها أستاذ حسين، سواء طرد الأحزاب الفاسدة والنظام الموجود حاليا، تلك الأحزاب التي تسيطر على العراق ومقدراته، هل تعتقدون أن الوقت مناسب لتحقيق تلك المطالب في ظل ما يجري الآن؟ يعني هو ما يجري الآن يعني محاولة للالتفاف على التغيير في العراق، سواء كان من طرف الأمريكي أو من طرف السلطة الفاسدة أو من الطرف الإيراني. أعتقد البعض أنه تأزيم المشهد مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني قد يطيح في المظاهرات ويسقط مبررات ودرائعها، على اعتبار احنا في حالة مواجهة، احنا في مواجهة الشيطان الأكبر، احنا في مواجهة الأمريكان، وبالتالي محاولة حساب السائرين في الساحات على الولايات المتحدة الأمريكية يعني هو ليس جديد، هو قديم، وبالتالي إبرازه في هذه الأحداث على أنه الساحات في خدمة الأجندة الأمريكية محاولة يعني للضغط على تلك الساحات، وأعتقد هذه المحاولة يعني فشلت و يعني لم تعد تمرر هكذا طروحات على الشارع. نعم. والدليل أنه المظاهرات زادت في هذه الجمعة عن سابقاتها، وهناك إصرار على التمسك بالمطالب. أما أن تبقى هذا المستوى من التظاهرات، هذا المستوى من التظاهرات لا يسقط سلطة ولا يسقط برلمان. نحن نحتاج إلى مزيد من الحشد، مزيد من الوسائل السلمية والاعتصامات، مزيد من الإضرابات حتى تسقط هذه السلطة الفاسدة ويتم التغيير الجذري. نعم. في المقابل، هل يمكن أن تنطلي الأزمات التي تحاول الحكومة اختلاقها، تنطلي على المتظاهرين وتجعلهم يتراجعون عن مطالبهم؟ يعني واضح أن المتظاهرين غير معنيين في أطروحات الحكومة، واضح أنهم لديهم إجابات على كل هذه الأمور. ما يعانيه الشارع هو فقط يعني بلورة مشروع سياسي بشخوص بآليات يعني بآليات مرحلة انتقالية. يعني لم يبلور الشارع بعد، قوى الشارع لم تبلور بعد إنتاج حكومة انتقالية وصولا للانتخابات، وهذا يقتضي إسقاط سلسلة من يعني القوانين والآليات القائمة، لا لقانون الانتخاب، لا للبرلمان وتشريعاته، لا للمحافظة السياسية، لا لاستخدام الدين في السياسة. مجموعة مسائل من الشعارات يجب أن تتحول إلى إجراءات وقوانين فيما بعد. دون ذلك لن تستطيع أن تسقط سلطة الفساد. إذا ظلينا نتقاسم السلطة على أساس المذاهب والمصالح والمحافظة العرقية والدينية، فبالتأكيد لن نصل إلى التغيير. نعم. طيب، ما الذي تحتاجه الثورة حتى تحافظ وتزيد من زخمها وتصاعدها يوما بعد آخر؟ وقد يعني لاحظت أنكم تتحدثون عن ضعف حقيقة في أداء الثورة الآن. أن تجمع على مشروع سياسي واضح الخطوات والآليات والشخوص. تجمع على هذا المشروع. أن لا تبقى الساحات متباينة في طروحاتها، أن توحد الطروحات في الساحات ولا تقف عند الشعارات. نعم. لابد من صياغة مشروع سياسي
يجمع ولا يفرق، مشروع سياسي يتجاوز المشروع السياسي القائم. عندما نتحدث عن العملية السياسية الراهنة نحن نتحدث عن سلسلة من القوانين والإجراءات لابد من إزاحتها حتى نستطيع الذهاب لمرحلة انتقالية. نتحدث عن قانون الانتخابات، يأتي البرلمان ويشرع لنا قانون انتخابات. إحنا البرلمان هو بحد ذاته مشكلة وجزء من المشكلة أو أساس المشكلة وليس جزء من الحل. نعم. فكيف تطالب البرلمان بتشريع قانون لتعدم تعدمته في لو اعتمد في عملية التغيير؟ من المستحيل يعني هذا. نعم. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، كنت معنا من عمان.